اهلا بيكم يا شباب، الفرقة الثالثة ومحاضرة جديدة، المحاضرة الخامسة. التشابتر ده هنتكلم على الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس، يعني ايه العلاقة ما بين الكوست والفوليوم نمبر اوف برودكشن اند سيلز والبروفيت، او بمعنى تاني ان احنا هاو وي ويل يوز ذا كوست انفورميشن اللي احنا اخدناها في ان احنا نعمل بلاننج للشركة. بلاننج في ايه؟ بلاننج ان انا لما اجي اسالك اقول لك انت هتفتح بروجكت، وسالتك سؤال قلت لك هو انت المفروض تبيع كام يونت تو كفر يور كوست، توتال كوست فاريبل وفيكس، هو انت المفروض تبيع كام يونت علشان تحقق سيرتن تارجت بروفيت انت بتعمل له بلاننج، وهكذا. يبقى انا بستخدم الكوست انفورميشن عشان اعمل بلاننج للشركه. تشابتر سهل ومفيش فيه اي نوع من انواع المشاكل، بس عايز مذاكره معايا اول باول. طيب بصوا معايا قبل ما نتكلم على الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس، هنريفيو بس بعض الايه الكونسبتس كده. فاكرين لما جينا قلنا وي ويل يوز ذا مارجنال انكم ستيتمنت، المارجنال ان ديسيجن ميكنج، عشان بنفصل الفاريبل كوست عن الفيكسد كوست. المارجنال انكم ستيتمنت او اسمها الدايركت انكم ستيتمنت. طيب كان بتقول ايه؟ كان بتقول ان السيلز ماينس التوتال فاريبل كوست، واقصد توتال فاريبل كوست هنا الفاريبل برودكشن كوست والفاريبل سيلينج اند ادمنستريشن، كل الفاريبل كوست، مع الاسامبشن ان انا ما عنديش انفنتوريا، ده فور ديسيجن ميكنج بروسيس طالما ان احنا بنعمل بلاننج. فلو مثلا جيت قلت ان انا عندي 1 يونت ببيعها ب $10، الفاريبل كوست بتاعتها $6، يبقى ده معناه ان المكسب بتاعي $4. $4 دي سميناها ايه؟ سميناها contribution margin. contribution ايه يا شباب؟ margin يعني هامش الربح، يعني المكسب بعد الـ variable ايه؟ بعد الـ variable cost. نشيل نعمل subtraction لكل الـ fixed cost، الـ fixed ايه؟ الـ fixed manufacturing والـ fixed selling and administration، هيديني في الاخر النت انكم. النت ايه؟ نت انكم، نت اوبريتنج انكم او الاوبريتنج بروفيت بيفور تاكس. طيب لو انا جيت دلوقتي قلت الانكم ستيتمنت دي هي اللي احنا بنستخدمها في الديسيجن ميكنج، وهفكركم ليه؟ علشان بنفصل الفاريبل كوست عن الفيكست كوست، فاقدر اجيب كل يونت بتاد ليا في البروفيت قد ايه، وبالتالي اقدر اخد ديسيجن ايه سليم، لان احنا جينا قلنا ان لو دخلنا الفيكست كوست في الديسيجن ميكنج، اغلب الفيكست كوست هتلاقي ان الكوست دي irrelevant للبرودكشن، وبالتالي طالما الكوست irrelevant يبقى هتأدي القرار غلط. ودايما نفتكر الاكزامبل بتاع الايه الرانتنج الهوم والهوم ميد فود او الدليفري لو تفتكر. المهم فانا لو جيت دلوقتي قلت لك تعالى ده البروجكت بتاعك، تعالى نعمل اناليسيس سريعه كده. لو انت بتبيع ال1 يونت ب $10 والفاريبل كوست $6، يبقى ده معناه ان كل يونت بتاد للبروفيت $4. طب لو الفيكست كوست عندك رنت وما اعرفش ديبريشن اند سون $4000، يبقى انت محتاج تكفر او تبيع كام يونت عشان تكفر ال 4000. هقسم ال 4000 وانا كل يونت ببيعها بتكسبني $4، يبقى ده معناه ان انا لازم ابيع 1000 ايه يونتس. طيب هل 1000 يونتس هيكفر كل الكوست بتاعتك ومن غير ما تكسب ولا تخسر؟ ازاي؟ بصوا كده، لو انت جيت قلت ان السيلز المبيعات بتاعتك 1000 يونت وانت بتبيع اليونت ب $10 سيلينج برايس، يبقى ده معناه ان انت هتبيع بكام؟ ب 10000. طيب الفاريبل كوست هنا كام؟ $6، يبقى 1000 يونت في $6، يبقى ده معناه ان انت عندك $6000 فاريبل كوست.
يبقى في $4,000 مكسب اسمهم ايه؟ اسمهم contribution margin اللي هو السيلز ماينس او السيلز ماينس التوتال فاريبل كوست. طيب ماينس الفيكست كوست، انت هنا بتقول لي ان انت عايز تكفر كام فيكست كوست؟ 4000. يبقى النت انكم قد ايه؟ زيرو. النت اوبريتنج انكم يبقى فعلا لو انا بعت 1000 يونت انا ولا هكسب ولا هخسر. يبقى النقطه دي بنسميها ايه؟ بنسميها بريك ايفن بوينت. بنسميها ايه يا شباب؟ بريك ايفن بوينت. احنا هنا عملنا بلاننج. ازاي عملنا بلاننج؟ احنا قلنا المفروض نبيع كام يونت علشان نكفر الكوست بتاعتنا من غير ما نكسب ولا نخسر. يبقى في بعض الكونسبتس كده لازم قبل ما نبدا نبقى عارفينها زي اسمنا. ايه هي؟ لما اجي اقول لك التوتال سيلز ريفينيو، تي اس ار، توتال سيلز ريفينيو اللي هي السيلز يعني، عباره عن ايه؟ هتيجي تقول لي هي عباره عن ال سيلينج برايس ملتبلاي النمبر اوف اليونتس. طب لو جيت قلت لك التوتال فاريبل كوست هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الفاريبل كوست بير يونت، بير يونت ملتبلاي الكوانتيتي. هنا احنا فور اسامبشن ان احنا على بنعمل بلاننج يبقى ما عنديش انفنتوري، يعني يقول اول اليونتس برودوسد ار سولد. اتفقنا؟ طيب لو جيت قلت لك الكونتريبيوشن مارجن بير يونت هتقول لي عباره عن ايه؟ كونتريبيوشن مارجن يعني هامش الربح، يعني المكسب، يعني عباره عن السيلينج برايس، ايوه، اللي هي ال $4 لو تفتكروا. هنا 10 وده 6 يبقى هنا $4. ال $4 جبناه ازاي؟ السيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست. طيب لو جيت قلت لك التوتال كوست عباره عن ايه لو تفتكروا من الشابتر اللي قبليه؟ هتقول لي ان التوتال كوست هي عباره عن الفاريبل كوست بلس الفيكست كوست. في كيو يعني بير يونت، صح كده؟ طيب لو جيت قلت لك احنا كل دي كونسبت قبل ما ابدا لازم ابقى عارفها. طيب لو جيت قلت لك ال بروفيت نت انكم عباره عن ايه؟ هتقول لي هو عباره عن اهو النت انكم ده عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال سيلز ريفينيو ماينس التوتال كوست، وانت عارف ان التوتال كوست عباره عن فاريبل وايه؟ وفيكس. يبقى خلينا عارفين كده، لما اجي اقول لك التوتال سيلز ريفينيو هتقول لي عباره عن السيلينج برايس في النمبر اوف اليونت سولد. لما اجي اقول لك الفاريبل كوست هتقول لي هي عباره عن الفاريبل كوست بير يونت ملتبلاي النمبر اوف اليونتس برودوسد. طيب لما يجي اقول لك contribution margin هتقول لي per unit هتقول لي هي عباره عن selling price minus the variable cost. اتفقنا؟ يبقى دي concepts اللي احنا لازم نكون عارفينها. طيب سؤال، انت هنا selling price per unit كام دولار؟ $10. ال variable cost كام دولار؟ $6. يبقى contribution margin كام دولار؟ $4. لو انا سالتك دلوقتي قلت لك ال contribution margin الربح بتاعك بي ريبريزنت كام بيرسنت، هاو ماني 8% من السيلينج برايس، يعني اعمل ديفيجن، ده اسمه contribution margin percentage، يعني هي مش الربح بس ان بيرسنت، يعني بالنسبه نسبه مكسبي قد ايه من نسبه للسيلينج برايس. فتقول لي $4 على $10 يعني 40% او 0.4، يبقى نسبة مكسبي 40%. يبقى ده اسمه contribution margin percentage. يبقى نضيف contribution margin percentage على الرولز بتاعتنا اللي هو عبارة عن selling price minus variable cost divided selling price. يبقى الرولز دي لازم نبقى عارفينها قبل ما نبدأ، لازم نبقى عارفينها قبل ما نبدأ. طيب يلا مع بعض تاني. يلا ال total sales revenue عبارة عن selling price multiply quantity، total variable cost عبارة عن ال variable cost per unit multiply quantity، contribution margin per unit عبارة عن selling price minus ال variable cost. طيب ال total cost variable cost plus fixed cost، ال profit total sales revenue minus ال total cost. طيب لو أنا سألتك سؤال دلوقتي وقلت لك ايه هي البريك ايفن بوينت دي؟ دي البوينت اللي انا بكفر عندها الكوست ما عنديش مكسب ولا خساره. طب ما انت جيت دلوقتي قلت لنا ان البروفيت هو عباره عن المبيعات اللي هي التوتال سيلز ريفينيو ماينس التكاليف اللي هي التوتال كوست. طيب ات البريك ايفن بوينت
at the break even point انا ما بكسبش ولا بخسر، يبقى النت اوبريتنج بروفيت ايكوال ايه يا شباب؟ النت اوبريتنج بروفيت ايكوال زيرو. تمام، يبقى البروفيت ايكوال زيرو بيساوي التوتال سيلز ريفينيو ماينس التوتال كوست. يعني اقدر اقول ان التوتال سيلز ريفينيو اللي هو عباره عن البي ملتبلاي الكيو ماينس التوتال كوست اللي هي عباره عن الفي كيو بلس الفيكست كوست، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. انا عملت ايكويشن عشان اوضح حاجه دلوقتي مهم. طيب تعالى نودي او بلاش، نضرب نيجاتيف هنا والنيجاتيف هنا، يبقى بي كيو ماينس في كيو ماينس فيكست كوست ايكوال زيرو. انا عايز الكوانتيتي، الكوانتيتي نطلع الكوانتيتي على جنب، ايكوال البرايس ماينس الفاريبل كوست. هودي النيجاتيف فيكست كوست دي الاوبوزيت سايد بالاوبوزيت ساين، يبقى ايكوال الفيكست كوست. انا عايز اطلع الكوانتيتي لوحدها، يبقى هقسم على بي ماينس في، ده كانسل مع ده، واقسم ده على بي ماينس في، يبقى الكوانتيتي ايكوال ايه؟ الفيكست كوست ديفايدد البي ماينس الفي. ايه الكوانتيتي دي؟ البريك ايفن بوينت. ايه ده؟ ما ده اللي احنا عملناه. عملناه فين؟ لما جينا اديت لك الاكزامبل الاولاني وقلت لك انت الفيكسد كوست بتاعتك 4000 واليونت بتتباع ب 10 دولار والتكلفه الفاريبل 6 دولار، يعني كل يونت بتكسبك 4 دولار، وقلت لك ابيع كام يونت علشان ولا اكسب ولا اخسر، قلت لي 1000 يونت. ما هو ده اللي احنا عملناه بس بصوره ايكويشن. يبقى ده البروف بتاعها، ان اليونت that will achieve the break even point هي عبارة عن الفيكسد كوست divided ال B minus V. ال B minus V اللي هو الكونتريبيوشن ايه؟ مارجن. يبقى ده الرول بتاعنا رقم كام يا شباب؟ رقم 7 تقريبا. يبقى الكوانتيتي that would achieve the break even point اللي هي الكوانتيتي اقصد بيها اليونتس عبارة عن الفيكسد كوست divided the contribution margin per unit. تمام؟ طيب يعني انا لو جيت قلت لك اي انا ببيع اليونت ب 50 دولار وعندي فاريبل كوست 40 دولار، ده السيلينج برايس وده الفاريبل كوست، والفيكسد كوست بتاعتي 60,000 دولار، وجيت سالتك قلت لك هات لي البريك ايفن بوينت، هتقول لي عادي جدا انت تكاليفك الثابته 60,000 واليونت بتباعها بسيلينج برايس 50 دولار فاريبل كوست 40 دولار، يبقى انت لازم تبيع 6000 units in order to achieve the break even a point. طيب سؤال بقى، لو انا حابب اعمل البريك ايفن بوينت دي بس جرافيكلي يعني جراف، طيب برضو يعني للفهم بس يعني لازم تبقى فاهم احنا بنعمل ايه. بص كده معايا، ده التوتال كوست وده النمبر اوف اليونتس او الاكتيفيتي ليفل اللي هو اليونتس زيرو. الفيكست كوست اللي هي في الاكزامبل اللي فات كانت كام؟ 60,000. الفيكست كوست ثابته مهما اختلف الاكتيفيتي ليفل، الفيكست كوست هتفضل ثابته تمام عند 60,000. ليه؟ لان فيكست كوست هي كوست ذات وي ريمين كونستنت اور ان تشينجد ويز ذا تشينج اوف اكتيفيتي ليفل. طيب لو انا عايز ارسم الفاريبل كوست هبتدي من هنا. ايه ده؟ ليه ما ابتديتش من الزيرو؟ لان انت لسه قايل لك حالا ان التوتال كوست هي عباره عن الفاريبل كوست بلس الفيكسد كوست، فعندك التكلفه مش بتبدا من زيرو، التكلفه بتبدا الاجماليه من بعد الفيكسد كوست. يبقى اللاين ده، ده اللاين بتاع الفاريبل كوست اللي هي الحته دي صح؟ يبقى هنا ده التوتال كوست اللي هو عباره عن ايه؟ ده وده اللي هو عباره عن الفيكسد بلس الفاريبل ايه؟ فاريبل كوست. كل ما هنتج اكتر كل ما التكلفه هتزيد. طب السيلز اللاين بتاعها هيبقى منين؟ برافو عليك، وهيبدا من الزيرو. ليه السيلز من زيرو؟ عشان لو ما بعتش مش هيجي لي فلوس، وكل ما هبيع اكتر كل ما ايوه هكسب اكتر. يبقى انت ما ينفعش تقول لنا ان اللاين ده بتاع التوتال كوست، اللاين ده بتاع الدولار اماونت ايا كان سيلز او ريفينيو. تمام؟ طيب ايه البوينت دي بقى؟ هي دي البريك ايفن بوينت اللي احنا لسه عاملينها في المثال اللي فات هنا، اهي طلعت 6000 يونتس عند 6000 يونتس. يبقى لو انا انتجت 6000 يونتس انا ولا هكسب ولا هخسر. ليه؟
مش ده اللاين بتاع التوتال سيلز ريفينيو؟ توتال سيلز ريفينيو بتساوي التوتال كوست، يعني البريك ايفن بوينت يعني النت اوبريتنج بروفيت نت انكم ايكوال زيرو. ليه؟ عشان التوتال سيلز ريفينيو بيساوي التوتال كوست. طب كام دولار، كام دولار ابيع بكام دولار؟ يبقى نرجع تاني، هو انت جيت هنا قلت ايه؟ انت لازم تبيع 6000 يونتس عشان ولا تكسب ولا تخسر. هتبيع كل يونت بكام؟ هبيع كل يونت ب $50. يبقى التوتال سيلز ريفينيو اللي هيخليني احقق البريك ايفن بوينت هو عباره عن البريك ايفن بوينت ان يونتس، ان يونتس ملتبلاي السيلينج برايس اللي هو كام هنا؟ اللي هو $50 ملتبلاي كام ابيع كام يونت؟ 6000 يونتس. يبقى لازم تبيع ب $300,000 to cover your cost. طيب variable and fixed يعني ابيع 6000 يونت او ال $300,000. في طريقة طيب عشان ما نتلخبطش، في طريقة اسهل ان انا اجيب ده ايه ده البريك ايفن بوينت بس in dollar amount يعني السيلز ريفينيو ابيع بكام عشان احقق البريك ايفن بوينت. السيلز ريفينيو يعني النمبر اوف اليونتس في السيلينج برايس، ابيع بكام؟ ضربته النمبر اوف اليونتس ملتبلاي السيلينج برايس، تمام كده؟ او اقسم الفيكست كوست ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن ريشيو برسنتج اللي احنا طلعناها. طيب قولوا لي كده فكروني الكونتريبيوشن مارجن ريشيو بيجي ازاي؟ السيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست ديفايدد السيلينج برايس، هيطلع هنا 20%، يعني انا نسبة مكسبي 20%. طب انا عايز اكفر 60,000 وانا نسبة مكسبي 20%، يبقى 100% ابيع بكام عشان اكفر؟ ابيع ب 300,000. هي هي. يبقى ده ايه؟ ده البريك ايفن بوينت ان دولار اماونت. عشان تجيب البريك ايفن بوينت ان دولار اماونت بتضرب النمبر اوف اليونتس في السيلينج ايه برايس، اتفقنا؟ طيب يبقى ده الرول نمبر ايه 6، نرقمهم عشان ما نتلخبطش 5 6 7 8. طيب طبعا انت لو فاهم خلاص القصة بالنسبة لك سهلة مفيش مشكلة. طيب يبقى ده graphical representation بس، اتفقنا؟ يبقى نريفيو كده مع بعض الرولز تاني. التوتال سيلز ريفينيو عباره عن ايه؟ عباره عن السيلينج برايس ملتبلاي الكوانتيتي. توتال فاريبل كوست عباره عن ايه؟ عباره عن الفاريبل كوست بير يونت ملتبلاي الكوانتيتي. طيب الكونتريبيوشن مارجن، كونتريبيوشن مارجن يعني انا بكسب كام يونت، سوري بكسب كام من اليونت بعد الفاريبل كوست بتاعتها. يبقى هو عباره عن السيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست. طيب الكونتريبيوشن مارجن ان percentage هو عبارة عن selling price minus variable cost divided the selling price، يعني اجيبها كراتيو انا بكسب قد ايه. طيب total cost عبارة عن ايه؟ variable cost plus fixed cost. طيب profit عبارة عن ايه؟ sales minus total cost. طب انا بستخدم اني income statement للdecision making والplanning؟ marginal income statement اللي هي بتقول sales minus total variable cost equal contribution margin minus fixed cost equal net a النت انكم. صعب الكلام؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل بلاننج للشركه. بنعمل ايه يا شباب؟ بلاننج. طيب بصوا كده، ده الاوت لاين بتاع الشابتر. بناخد الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس بيزكس، احنا خدنا البريك ايفن اند تارجت فوليوم، البريك ايفن ان يونتس فوليوم ان يونتس، وخدنا ان سيلز دولار، لسه ما خدناش البوينت 4 و5. بعد كده عندنا learning objective 2 بنتكلم على حاجة اسمها margin of safety operating leverage، هنأجلهم شوية لحد ما نفهم الشابتر. بعد كده هناخد extension لل cost volume profit analysis، بعض ال ايه هسميها بعض المشاكل، ان لو الشركة مثلا عندها ضرائب، لو الشركة عندها multiple product يعني more than one product مش one product بس، ايه التصرف؟ هنجيب البريك ايفن بوينت ازاي في الحالة دي؟ طبعا ده لما تفهم الموضوع كله الاول، وبعدين نبتدي نتكلم في الاكستنشنز دي، سهلة جدا مفيش فيها مشكلة.
بعد كده هناخد حبة assumption and limitation على الموضوع بتاعنا. limitation يعني constraint، يعني عيوب او مشاكل الموضوع ده. طيب هاجي ادي لك مثال تاني في الاكزامبل اللي فات ده. لو انا جيت دلوقتي قلت لك لو اسيوم ان الشركة want to achieve a target profit. طب معلش ثانية واحدة. بصوا يا شباب، لو انا جيت دلوقتي سألتك سؤال قلت لك how to prove اللي احنا اخدناه قبل كده ده في الاكزامبل ده. يعني ايه هاو تو بروف؟ يعني انت هنا لو بعت 6000 يونتس انت فعلا ولا هتكسب ولا هتخسر، وانت السيلينج برايس عندك $50 والفاريبل كوست $40. تعالوا نشوف مع بعض. ما اعرفش، تعالوا نشوف مع بعض. تعالوا نعمل انكم ستيتمنت. احنا عايزين نثبت ان فعلا عدد اليونتس دول هيخلينا ولا نكسب ولا نخسر. هنعمل التوتال سيلز ريفنيو minus the total variable cost equal contribution margin minus the fixed cost. هيطلع ال net income at the break even point. لازم ال net income ده يبقى equal ايه؟ zero. طيب يلا، ال selling price بكام؟ $50. ال number of the units اللي انت بتقول عليها 6000 unit. ال variable cost $40 per unit. في 6000 units يلا دول كام؟ دول $300,000. دول كام؟ $240,000. يبقى عندي contribution margin $60,000، fixed cost $60,000. يبقى فعلا انا ولا بكسب ولا بخسر. يبقى البوينت دي اسمها ايه؟ اسمها break even point. يبقى ده الايه؟ ده البروف بتاعنا. طيب لو انا جيت دلوقتي سألتك سؤال قلت لك تخيل ان الشركة want to achieve a target profit of كام؟ $60,000. ايه ده غير ال $60,000 بتوع الفيكسد كوست؟ غير ال $60,000 بتوع الفيكسد كوست. لوجيك انت اول 6000 هيعملوا كفرنج ل 60,000 الفيكسد كوست، يبقى انت لازم تبيع قد ايه؟ مش انت كونتريبيوشن مارجن عندك $10؟ اقسم كده 10 $60 $60,000 على $10 هيطلع 6000 يونت. يبقى انت لازم تبيع كام؟ 6000 يونت كمان. لا مش فاهم، بص كده معايا. هنا انت عايز ايه؟ انت عايز اليونتس that would achieve a target profit. يعني انت بتخطط لنفسك ان الشركة عايزة تكسب. نعمل ايه؟ بص كده معايا. مش انت جيت قلت ان دي الفيكست كوست، لو قسمتها على contribution margin per unit هيعملوا لك covering للنمبر اوف اليونتس ذات ماست بي سولد تو بريك ايفن. ايوه. طب انا مش عايز بريك ايفن بقى، انا عايز اكسب $60,000. اعمل ايه؟ قال لي بلس التارجت بروفيت. بس كده تارجت اوبريتنج انكم، عشان هنتكلم في حته تاني في الموضوع ده. طيب يعني ايه؟ يعني انت عندك فيكست الاكزامبل اللي فات $60,000 فيكست كوست، تارجت بروفيت $60,000. هما الرقمين قد بعض، دي صدفه. اوكي. على contribution margin per unit اللي هو P minus V 50 minus 40 $10. يبقى ده معناه ان انت لازم تبيع 12,000 units in order to achieve a profit of كام بقى؟ in order to achieve a profit of 60,000. مش مصدقك، تعال نعمل البروف. بس نكتب بس ان ده rule number 9. ازاي نعمل البروف؟ يلا هنعمل انكم ستيتمنت تو بروف ايه؟ ان السيلز بتاعتي لو كانت 12,000 يونتس انا هكسب $60,000. طيب ماشي. ماينس التوتال فاريبل كوست. توتال فاريبل كوست اقصد فيها الفاريبل برودكشن والفاريبل سيلينج اند ادمنستريشن، عشان ما نتلخبطش. 12,000 units multiply 50 multiply 40. يلا شباب دي كام؟ دي 600,000
دي 480 يبقى ده معناه ان انا مكسبي 120 ده contribution margin minus fixed cost 60. شفتوا بقى النت انكم طلع كام؟ النت انكم طلع كام؟ 60,000. النت انكم طلع كام؟ 60,000. تمام يا شباب؟ طيب يبقى لو انا جيت دلوقتي قلت ايه؟ لو انا جيت دلوقتي قلت ان ده الرول بتاع النمبر اوف اليونتس اللي هيخلوني احقق سيرتن تارجت بروفيت. طب لو انا مش عايز اليونتس امال عايز ايه؟ انا عايز السيلز ريفينيو. سيلز ريفينيو يعني انا عايز دولار اماونت ها that would achieve a target profit. طيب نرجع تاني نرجع ليه؟ مش انت قلت ان انت لو ضربت النمبر اوف اليونتس في السيلينج برايس طلعت الدولار اماونت 12,000 يونتس ملتبلاي الدولار اماونت هي السيلز بكام؟ هبيع اليونت بكام؟ ب 50 دولار. يبقى انا لازم ابيع ب 600,000 علشان احقق بروفيت 60,000. وده اللي احنا شفناه ان انت هتبيع ب 600,000 عشان تحقق 60,000 بروفيت. ده لو دولار اماونت. تمام. ممكن اعمل ايه تاني بدل الرول ده؟ مش احنا لو جينا لو قسمنا الفيكست كوست ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن ريشيو هيديني دولار اماونت. بس هنا انت مش عايز تجيب البريك ايفن، انت عايز تحقق تارجت بروفيت. يبقى هعمل ايه؟ بلس زي ده بالظبط بلس التارجت اوبريتنج انكم. بس الفرق ان انا بقسم على الكونتريبيوشن مارجن ريشيو ده لو انا عايز اجيب ايه ان دولار اماونت. طيب هكمل الاكزامبل ده واجي اقول لك ايه. هاجي اقول لك ان الشركه بتاعتنا وات وود بي ذا سيلز ان يونتس اند دولار اماونت. يعني سيلز ريفينيو يونتس ودولار اماونت. تمام. اللي يخلينا ايه؟ That would achieve a target profit percentage 10% on sales. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني انا عايز ال sales in units و in dollar اللي يخليني احقق profit 10%. 10% ايه؟ مش فاهم برضو. مش فاهم يعني البروفيت بتاعي ده لو قسمته على التوتال سيلز اللي هي دي يطلع 10%. فانا عايز النمبر اوف اليونتس والسيلز دولار اللي هيخلوني احقق 10% بروفيت. يعني مديني التارجت بروفيت اللي الشركه عايزه تعمل له اتشيفنج بس ان برسنتج مش ان دولار اماونت. هنا في المساله دي كان دولار اماونت اللي هيخليني احقق الايه البروفيت ده. انا مغيرت لك بقى، انا عايز التارجت بروفيت برسنتج. الموضوع بسيط جدا. هتقول لي ما هو، هقول لك ماشي احنا جايبينها من الاخر. لا بص معايا، انت عارف ان البروفيت بيساوي التوتال سيلز ريفينيو ماينس التوتال كوست. بسيط. طب هنا البروفيت قد ايه؟ قال لي 10%. طب 10% ايه؟ من التوتال سيلز ريفينيو، 10% من السيلز. 10% من ايه يا شباب؟ من السيلز. طيب يبقى البروفيت بيساوي 10% من التوتال سيلز ريفينيو بيساوي، انا بقلبها ايكويشن عشان اشوف الميسنج. طيب احنا اتفقنا ان 10% التوتال سيلز ريفينيو اللي هي بي كيو ايكوال بي كيو ماينس الفيكست كوست اللي هي في كيو ماينس الفيكست كوست، على اساس ان انا ضربت الماينس في الايه ماينس ماينس. طيب كل حاجه عندي ما عدا كيو. لو عملت سبستيتيوشن طلعت الكوانتيتي ذات وود اتشيف ا بروفيت 10% بمنتهى البساطه. ازاي؟ مش انت عارف ان ال سيلينج برايس 50 دولار يبقى 10% من 50 دولار بتساوي 50 دولار كيو
ماينس ال V 40 دولار ماينس ال fixed cost 60,000. يلا نسبستيتيوت 50 ماينس 40 10 كيو ماينس 60,000 equal 10% من 50 equal 5 كيو. يلا نودي ال 5 كيو هناك بالنيجاتيف ونجيب ده هنا بالبوزيتيف, يعني 5 كيو equal 60,000. نقسم على 5 نقسم على 5 يبقى الكوانتيتي كام؟ يلا شباب هنقسم 60,000 على كام؟ 60,000 على 5 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 12,000 يونتس. ايه ده؟ ده دي المسألة اللي فاتت. ايه ماشي, هو عايزها هنا in units بس افرض الارقام كانت مختلفة صح كده؟ طيب يبقى لما تجيلي profit percentage اقلبها equation كده to determine the missing amount. طيب انت جبتها in units, هو عايز in units and in dollar amount, يبقى خلي ده rule number 12 ده لو كان في حالة التارجت profit percentage. في حالة التارجت profit ايه percentage؟ طيب عايزها in dollar amount, اتفقت معاكو عشان اجيب in dollar amount يبقى هضرب ال 12,000 دول في ال selling price بتاع كل unit اللي هي كام؟ اللي هي 50,000. هيطلع كام؟ هيطلع 600,000 دولار. في رول تاني يقدر يجيب لي الموضوع ده بمنتهى السهولة, هيجيب لي ايه؟ السيلز ريفني, بس لازم ابقى عارف الايكويشن. تو اتشيف التارجت بروفيت برسنتج هو عبارة عن الفيكست كوست ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن ريشيو ماينس التارجت بروفيت برسنتج. يعني لو قسمت هنا ال 60,000 دولار, هنا ده السيلز ريفينيو يعني دولار اماونت, على كونتريبيوشن مارجن ريشيو في المسألة دي لو تفتكروا كان 20%, تارجت بروفيت جيفن 10%, تلاقي ان انا ابيع ب 600,000. مش هي هي؟ هي هي. ازاي هي هي؟ لو انا ضربت ال 12,000 يونتس ملتبلاي 50 هيطلع 600,000. طيب انت طلعتها ان دولار وعايزها ان يونتس, يبقى هتقسم الدولار 600,000 على 50 دولار هيطلع لي 12,000 يونتس. طب انا جبتها ان يونتس وعايزها ان دولار, اضرب اليونتس في الدولار اماونت. اتفقنا؟ طيب يبقى احنا كده عملنا كفرنج للايه؟ الرولز دي كلها. حضرتك لازم تمسك ورقه وقلم وتقعد تكتب الرولز دي ورايا علشان تقدر ان انت تستوعب الموضوع واحده واحده. طيب تعال نشوف هنا الشرح الرولز اللي احنا لسه واخدينها. الفرق بس ان الكوانتيتي بدل ما يكتب كيو كتب اكس, خلاص دي او دي مش ايه, مش فرقه يعني الاثنين واحد. وبعدين عمل لك الجرافيكال ريبريزنتيشن هنا وبيشرح لك اللي احنا قلناه والتارجت بروفيت والكونتريبيوشن مارجن بير يونت, نفس اللي احنا قلناه بالظبط. تعالوا نحل بقى مع بعض. نكبر بس الخط شويه. طيب بص يا شباب, يلا بصوا معايا. لو انا دلوقتي جيت قلت ال سيلز 360,000 فيكسد مانيفاكتشرنج كوست فيكسد ماركتنج اند ادمنستريشن توتال فيكسد فاريبل كوست 240 يونت سيلينج برايس 90 يونت فاريبل مانيفاكتشرنج وفاريبل ماركتنج. طيب وبعدين بيقول لي احسب compute the following المونثلي اوبريتنج بروفيت لو السيلز 360,000 البريك ايفن بوينت ان يونتس النمبر اوف اليونتس ذات ماست بي سولد تو برودوس ان اوبريتنج بروفيت 120,000 السيلز دولار ريكوايرد تو ايرن اوبريتنج بروفيت 20,000 النمبر اوف اليونتس سولد ان مارش النمبر اوف اليونتس سولد ان مارش عدد اليونتس سولد عدد اليونت سولد ان مارش. ده اسهل حاجه. ازاي اجيبه؟ ازاي؟ يلا هنعمل ايه؟ طيب النمبر اوف اليونت سولد تو ايرن بروفيت 20% اون سيلز هنا بالبرسنتج. طيب المواضيع سهله جدا ومفيش فيها اي مشكله. واحده واحده
الارقام دي حضرتك تبقى فاكرها علشان تبقى باينه معاك، ونشوف مع بعض. بصوا معايا، لو انا جيت دلوقتي قلت لكم يا شباب انا هبتدي باخر ريكوايرد الاول، هو عايز السيلز، انا ابتدي بايه ريكوايرد، ايه نمبر اوف سيلز في مارش، يونت سولد ان مارش، سهله جدا. مش هو عندي السيلز ب 360,000 وانا عارف ان السيلينج برايس $90، لو قسمت حضرتك التوتال سيلز على السيلينج برايس هيطلع لك النمبر اوف اليونتس، بس كده. زي بالظبط انا اشتريت ايه 4 يونتس، اشتريت ايه حاجات ب 50 جنيه وانا اليونت شاريها ب 10 جنيه، يبقى انا شاري كام يونت؟ 5 يونتس، بس كده الموضوع بسيط. فهقسم 360 ديفايدد 90 هيطلع 4000 يونتس، يبقى هي دي النمبر اوف اليونتس سولد ان مارش. تمام، نبدا بقى. عشان ابدا لازم افنط الحاجه كده. السيلينج برايس كام؟ السيلينج برايس 90. الفاريبل كوست بير يونت، ولما اقول فاريبل كوست يبقى اقصد بيها الفاريبل مانيفاكتشرنج زائد الفاريبل سيلينج اند ادمنستريشن. طب الفاريبل مانيفاكتشرنج كام؟ 55. فاريبل سيلينج كام؟ $5. كل ده جيفن، يبقى الفاريبل كوست $60. تمام. طب الفيكست كوست، الفيكست كوست عندي 330,000 فيكست مانيفاكتشرنج، 25 فيكست ماركتنج، يبقى يا شباب عندي فيكست كوست 60,000. خلاص كل حاجه اتحلت، عندك كل حاجه، عندك كل الريكوايرد. اول حاجه عايز النت انكم لو السيلز بتاعتي 360,000، خلاص يعني عايز انكم ستيتمنت يعني. طيب يلا، سيلز 360,000. خلي بالك ان السيلز دي عباره عن النمبر اوف اليونت سولد اللي هي 4000 ملتبلاي السيلينج برايس اللي هو 90 ماينس التوتال فاريبل كوست. طب التوتال فاريبل كوست بير يونت كانت كام؟ $60. تمام، ملتبلاي كام يونت؟ 4000، لان احنا هنا قلنا ان احنا لازم نعمل اسامبشن ان اول يونتس برودوسد ار سولد. تمام، يبقى انا عندي هنا 240,000 total variable. يبقى لو عملت 360,000 minus 240 يطلع 120، ده contribution margin. minus ال fixed cost 60 يبقى net operating income 60. 120 - 60 ده النت اوبريتنج انكم. ده النت اوبريتنج انكم في حاله ايه؟ ده النت اوبريتنج انكم في حاله ان لو انا المبيعات بتاعتي 360,000. المهم خلينا فاكرين ان الريكوايرد السيلينج برايس 90، الفاريبل كوست 60، الفيكست كوست 60,000. وعلى الاساس ده يلا نحل اي حاجه. عايز البريك ايفن بوينت ان يونتس، يا سلام. قلنا البريك ايفن بوينت ان يونتس عباره عن ايه؟ عباره عن الفيكست كوست ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. طب الفيكست كوست كام؟ قلنا 60,000 ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن. طب الكونتريبيوشن مارجن عباره عن ايه ماينس ايه؟ عباره عن السيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست. يبقى لو قسمت 60,000 ديفايدد 30 هيطلع 2000 يونتس. يبقى 2000 يونت دي هي البريك ايفن، نسبتها خلاص عارفها، لازم النت انكم يبقى زيرو. طب لو انا عايز السيلز ريفينيو تو اتشيف ذا بريك ايفن بوينت، يبقى هضرب ال 2000 دول في السيلينج ايه؟ في السيلينج برايس. طيب الريكوايرد اللي بعده، عايز النمبر اوف اليونتس الكوانتيتي يعني ذات وود اتشيف اي تارجت بروفيت. طيب عايز التارجت بروفيت كام؟ 120. يبقى هي عباره عن الفيكست كوست بلس التارجت بروفيت ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. طيب سهل، فيكست كوست كام؟ 60,000
طيب التارجت بروفيت كام؟ هو قايل ان انا عايز اكسب 120 ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن كام؟ بي ماينس في سيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست اللي هو 30. يبقى لو قسمت 180 اللي هي 60 بلس 120 قسمتهم على 30 هيطلع كام يا شباب؟ 60,000 plus 120 divided $30 هيطلع 6,000 units. يبقى انا لازم ابيع 6,000 units علشان احقق profit قد ايه؟ عشان احقق profit $120,000. اثبتها، اعمل income statement واكتب ان السيلز عندك 6000 quantity وكملها للاخر، هيطلع فعلا ان الاوبريتنج انكم في الاخر 120. طب يلا دي بيقول لي طب انا عايز السيلز دولار، السيلز دولار يبقى هو عايز ايه؟ يبقى هو عايز الريفينيو، سيلز ريفينيو مش عايز يونتس. ممكن تحسبها ان يونتس وتضربها في السيلينج برايس، او ممكن تقسم طالما عايز السيلز ريفينيو اللي هي الدولار اماونت that would achieve a target operating profit. هي عبارة عن الفيكست كوست ديفايد سوري بلس التارجت بروفيت، نكتبها بلس عشان الناس ما تتلخبطش، ديفايدد الكونتريبيوشن مارجن ريشيو. طيب يلا نجيب الكونتريبيوشن مارجن ريشيو. Contribution margin ratio هو عبارة عن ال price selling price minus the variable cost divided the selling price. Selling price 90 minus variable cost 60 divided selling price 90 هيطلع 30 divided 90 يعني 1/3. مش هقسمها عشان هتطلع بايه 0.33333 يبقى خلينا كده. فلو حضرتك جيت قلت fixed cost 60 وانا عايز احقق target profit 20 وانا عندي contribution margin ratio 1/3 هيطلع ان انا السيلز ريفينيو عندي اقسم 80 divide 1/3 هيطلع ان انا لازم ابيع ب 240,000. طب لو انا كنت طلبت منك in units كنت هتعمل ايه؟ هقسم ال 240 divided selling price 90 ده لو كان ال required يعني، لو كان اتفقنا. يبقى بس هو مش طالبها عشان ما نتلخبطش، تمام. طيب تعال نشوف الريكوايرد الاخير اف. احنا اتفقنا ان اي حلناه اف بقى بيقول لي ان انا عايز النمبر اوف اليونتس اللي هيخلينا نحقق تارجت بروفيت برسنتج 20%. عايز النمبر اوف اليونتس. يلا يا شباب اعمل ايه؟ مش احنا اتفقنا ان البروفيت ايكوال توتال سيلز ريفينيو ماينس التوتال كوست، نعوض 20% من التوتال سيلز ريفينيو بتساوي التوتال سيلز ريفينيو ماينس التوتال كوست. طيب 90 كيو ملتبلاي 20% ايكوال 90 كيو total cost اللي هي variable cost 60 Q minus the fixed cost اللي هي 60,000. يعني هنا 30 Q minus 60,000 equal 20% multiply 90 يعني 18 Q. يلا نعمل substitution، تمام. هيطلع 12 Q بتساوي 60,000. نقسم divided 12 هلاقي ان الكيو بكام يا شباب؟ نقسم 60,000 divided 12 ب 5,000 units. يبقى لو انا بعت 5,000 units انا هحقق profit 20% on sales. مش مصدقك، تعال نثبتها.
هو مش طالب ان انا اثبتها، بس انا عايز اوريها لك. لو انا عملت income statement total sales revenue minus total variable cost equal contribution margin minus fixed cost يديني النت operating income. انا هنا قلت لك ان انا لو انا بعت 5000 units انا هحقق target profit 20% on sales. مش مصدقك، يلا نشوف مع بعض. selling price 90 variable cost 60 يبقى اعملها على طول بقى. تمام 150 minus يلا تعالوا معلش 5000 units multiply 90 هيطلع 450. تمام وهنا 300 fixed cost 60 هلاقي ان البروفيت طلع 90. ايه ده 90 90 ايوه ال 90 دي هي profit 20% on sales. ازاي؟ لو قسمت 90 divided يلا قسموا معي divided 450 هيطلع 20%. يبقى فعلا لو انا بعت 5000 units انا هحقق profit قد ايه 20% on sales. تمام يا شباب؟ طيب ده الحل طبعا بتاعها. والجراف خلاص انت عارف ان البروفيت ايكويشن وعارف الجراف يتعمل ازاي، بس ايه مش مطلوب يعني. ده الشرح بتاع الجراف اللي انا قلته لك او شرحته لك في الاول. عندك بعد كده demonstration problem 1 دي هتحلها assignment، وهتحل assignment problems على الموضوع ده لحد learning objective 2. learning objective 2 هنسيب بس الجزء ده دلوقتي لحد ما نفهم الموضوع الاول كله ماشي ازاي، وبعد كده نكمل الشرح بتاعه. اتفقنا شباب؟ بالتوفيق ان شاء الله، وربنا معاكم باذن الله.